حاجه، يعني انا هقيس على مشوار كيروش، ويا ريت تجيبوا لنا الارقام سريعا كده، نتائج منتخب مصر مع كارلوس كيروش. الماتشات الثقيله اللي انت دايما كجمهور تبقى حاطط ايدك على قلبك او مستني تشوف المنتخب هيظهر ازاي، هي دي الماتشات، احسن ماتشات قدمها منتخب مصر مع كارلوس كيروش. يعني ماتش بلجيكا، حدش يقول ان بلجيكا راح كاس العالم مرشحه لانها تحقق اللقب، هتلعب معاه جيم كبير جدا وتكسب بلجيكا. دي ارقام الخاصه بمنتخب مصر مع فيتوريا، 6 مواجهات رسميه و7 لقاءات وديه، فاز في 11 مباراة، تعادل في مباراة وخسر مباراة واحدة اللي هي كانت مباراة تونس، سجل 31 واستقبل 6 أهداف. لو بصيت على المشوار ده هتجد إنه أفضل ماتشات لعبنا فيها كورة، سيبك من النتيجة، أفضل ماتشات لعب فيها المنتخب أو ظهرت فيه شخصية منتخب مصر الهجومية اللي كان سعيد بيتكلم عليها، هتلاقيها هي بلجيكا والجزائر. ماتشين صعبين تقال جدا، بالذات كمان ماتش الجزائر اتحطيت في ظروف صعبة وطرد مبكر لمحمد هاني، ورغم كده ما حسيتش أبدا في أي لحظة من عمر المباراة إن المنتخب تراجع أو لعب على زون، لا بالعكس كان أكتر من ند وكان ممكن يخلص المباراة بأكتر من هدف. بص أنا زي ما قلت لك، هو الأرقام اللي بتاع روي فيتوريا مع منتخب مصر والفلسفة والهوية، على فكرة حاجة أنا كنت بنادي بيها من زمان. بس الوقت اللي جه فيه روي فيتوريا قبل البطولة كان محتاج وقت أطول، كان محتاج احتكاك اكبر واشرس. ما ينفعش ان انا لما اجي ابص على الكام ماتش اللي احنا لعبناهم والاقي فيه اقوى منتخبين لعبناهم هو بلجيكا من سنه فاتت او اكتر من سنه كمان ومنتخب الجزائر ماتش ودي، لا انت كنت لازم توفر له ماتشات وديه تقيله تكون مناسبه للبطوله اللي انت رايحها. انت رايح تقابل غانا. تنزانيا تقييمك ليها ايه؟ لا تنزانيا في مستوى موزمبيق، في مستوى كاب فيردي، بس مش في مستوى غانا، مش في مستوى المنتخبات اللي انت تقابلها في دور 16 دور الثمانيه نص النهائي ان شاء الله لو صعدت. فهي دي الفكره ان انت بتمرس وتخلي الاحتكاك عند لعيبتك اكتر. خلي بالك احنا بنتكلم على الخبره يا احمد، وانت عندك 4 لعيبه بس في منتخب مصر معديين 50 ماتش دولي. يعني محمد صلاح 94 93 والنني 94 واحمد حجازي 85 ومحمد الشناوي 53، انت متخيل الاربع افراد دول بس هم اللي معديين 50 ماتش دولي. انت بتتكلم في منتخب مصر في 2010 اغلب لعيبه الجيل اللي كانوا رايحين يلعبوا اقل واحد فيهم عنده بتاع 80 ماتش. فبرضه اللعيبه دي ما بتلعبش بشكل متتالي. بس خد بالك مش عارف برضه سعيد، يعني لو اتكلمنا على الحاله العامه للاعبين في المنتخب دلوقتي، عندك المحترفين غالبيتهم ان لم يكن كلهم تقريبا حاله تألق كبيره جدا. الاهلي اللي يعني اعتقد فيه 7 أو 8 لعيبه من اختيارات كيروش للاعيبه النادي الاهلي جايين من بطوله قويه جدا، قدموا فيها مستويات عاليه جدا في كاس العالم، فبالتالي الجاهزيه الفنيه دي ممكن الى حد كبير تعوض قله الخبرات للاسماء اللي ما شاركتش او ما عندهاش مشاركات دوليه مع منتخب مصر في البطوله. لا انا بشوف ان احنا يعني مروان عطيه مثلا مشواره مع منتخب مصر ما هواش كبير قوي، لكن جاي من بطوله كان متالق فيها جدا، خد مان اوف ذا ماتش، لعب مع مستويات في بعض الاوقات من وجهه نظري اعلى حتى من المنتخبات اللي موجوده في بطوله امم افريقيا. فبالتالي هنا الحاله العامه حاجه بتشيل حاجه، او الجاهزيه الفنيه والتوب فورم ممكن شويه تعوض قله الخبرات. فيما يتعلق بالخبرات والتمرس، لا احنا قدام فريق يمتلك ده. لما يكون نصف قوام المنتخب او التشكيل الاساسي على الاقل 5 أو 6 لاعبين لعبوا 2 نهائي، انت مفيش اي مجموعه في امم افريقيا اي منتخب تاني عنده 5 6 لعيبه خدوا 2 نهائي. فده لوحده كافي. الى جانب ده هتلاقي معظم اللاعبين بيلعبوا مع اخر 2 3 سنين فموجودين متواجدين، يعني مش بيبتدوا مشوارهم النهارده. كل مروان عطيه كعنصر جديد بيدخل عنصر جديد، مهم ان يكون في تجديد بعنصر او 2، وده اللي حصل مثلا النهارده في السنغال. لو دخلت بعد شويه هتلاقي عنصرين فقط دخلوا على التشكيل اللي فاز بامم افريقيا الاخيره. فانا ما عنديش قلق نهائي فيما يتعلق بالمواقف، قدره اللاعبين على التعامل مع امم افريقيا ومواجهتها. لا احنا قدام منتخب واحد من اللي عندهم التجارب والتراكمات. وخلينا نقول لما نيجي نقول امم افريقيا وانت مغمض عينيك كده، مصر عمرها ما بتدخل وهي طرف مش مرشح. يعني انا اجريت اكتر من 10 حوارات صحفيه وتابعت اكتر من 30 40 حوار صحفي لنجوم افريقيا لعبوا او لسه بيلعبوا او مدربين، ولا واحد استبعد مصر. لما نيجي نقول كاس العالم تقول لماذا البرازيل المرشح الاول لاي كاس عالم؟ لانه البرازيل. لما تيجي تقول امم افريقيا على طول تقول لماذا مصر المرشح الاول لاي امم افريقيا؟ لان هي هويه امم افريقيا، فدي معروفه طول الوقت. يضاف اليها جيل لاعب 2 نهائي في اخر 3 بطولات، يضاف اليها محمد صلاح الرجل الذي يعامل الان في اوروبا كونه ميسي. يعني منذ رحل ميسي عن اوروبا مين هو
اللي ظهر في حاله ميسي محمد صلاح. فكل العوامل دي بتحط طبعا منتخب مصر كمرشح قوي جدا جدا. صحيح ممكن لما تيجي تدخل في التفاصيل الفنيه والخططيه ترصد او تلمح او يبرز منتخب السنغال كشكله اقوى، ربما منتخب المغرب اكيد. انت مش رايح رحله، ده انت رايح بالظبط. لكن في النهايه وخوش. في النهايه منتخب مصر كله واخد باله منه قوي، وكله واخد باله ان هو بيواجه محمد صلاح اهم لاعب في العالم حاليا. فبالتاكيد انت رايح واحد من المرشحين، ده بيحط عليك اعباء، ده بيزود عليك الضغوط، ده اللي بيخلي روي فيتوريا طول الوقت يطلع ويقول انا لا اعد بالالقاب، رغم لو دخلت جوه المعسكر، لو دخلت في الغرف المغلقه، لو دخلت في النقاشات الجانبيه بينه وبين صلاح وبين اللاعبين، هتتاكد تماما ان الراجل ده يؤمن جدا بقدرته وقدره لاعبيه على انه يحقق اللقب. وفعلا من داخله هو رايح وهدفه وحلمه التتويج باللقب، لكن هو بيحاول يخفف الضغوط، بيحاول ما يروحش كان هو الطرف الافضل في البطوله. مهم ان يتقال السنغال الاقوى، مهم ان يتقال المغرب الاقوى، لكن لازم داخليا يبقى اللاعبين مؤمنين جدا جدا جدا، لان زي ما شناوي قال في البدايه ان العوامل المعنويه الذهنيه التحفيزيه هي واحده من المحددات المهمه جدا اللي تخليك في الاخر تبقى بطل ولا لا.